حكم الإيقافات الإخرانية هذه ومدى تداعياتها، خاصة أنه حسب ما قالوه الأستاذتين أنه نجم ندخلوا في أزمة دبلوماسية وحرب كبيرة؟ الاعتقالات السياسية الأخيرة لا غبار عليها في رأيي في أنها استهداف واضح للمعارضين. هذا منعرج قمعي يمر به انقلاب 25 جويلية بعد ما استكمل رزنامته الفردية، يمر الآن إلى تصفية المعارضين. ما يسمى بالتآمر على أمن الدولة هو فعلا كما قالت الأستاذة إسلام حمزة هو مؤامرة الدولة على المعارضين. نحن اليوم نستبدل المحاضر التي كانت تمضى تحت القمع والتعذيب باستغلال قانون الإرهاب ونسبة وشايات وشهادات إلى شخصيات مجهولة. إحالة شيماء عيسى أو عصام الشابي أو جوهر بن مبارك أو عبد الحميد الجلاسي أو غيره بتهمة الإرهاب، هذا فيه خلط للأوراق وفيه تبييض للإرهاب وفيه إن شئنا تبخيس لهذا القانون الذي وضع من أجل فعلا مقاومة الإرهاب لا من أجل إحالة المعارضين. الدولة تتآمر على المعارضين، وهذه المرحلة القمعية حتى وإن توسعت فإنها ستنتهي إلى الحائط كما يقول التونسيون، لأن أولا المستهدفين في أغلبهم معارضين مجربين في العهد البرغيبي والعهد النوفمبري ولم يتراجعوا بالسجون ولا بالقمع، وثانيا لأن منسوب الحريات ومنسوب إن شئنا الدفاع عن الديمقراطية المعروف قبل الثورة وتعزز خلال العشريات ما بعد الثورة سيكون حصنا للإطاحة بهذه المرحلة القمعية، وسنستأنف المسار الديمقراطي إن شاء الله. شكرا. بالطبع هنالك تنادي من الديمقراطيين حتى الذين ربما غادروا ميدان النضال السياسي، رأيناهم يعودون الآن إلى الميدان ليتضامنوا مع زملاء لهم. رأينا وقفة رمزية مع الأمين العام لحزب الجمهوري الأستاذ عصام الشابي يوم الجمعة الماضي، حضر فيه كثير من رفاق الدرب في المراحل ما قبل الثورة. وجبهة الخلاص الوطني تدعو إلى مظاهرة وطنية كبرى يوم 5 مارس، نعول على أنها ستكون مظاهرة جامعة للطيف الديمقراطي الواسع. وربما ما حاولت السلطة منعه بالقمع عن طريق استهداف المعارضين سيتحقق ميدانيا بجمعهم دفاعا عن الديمقراطية في وجه الحكم الفردي المطلق.